طبعا احنا عندنا احد الحالات الاخرى من الشباب المصابين اثناء المظاهرات على ايدي القوات الامنيه، اللي هم يدعون مو احنا، وكانما حجاره من سجيل مطرت عليهم. بس ام انور يروي لكم الحادثه شلون صارت. انور حبيبي، ايش قد عمرك؟ 15 يا صف رابع. رابع انور، وين ضربت وشلون ضربت؟ قلعات المتظاهره. بلي. وين المتظاهرين؟ بلي. بيدي على العراق ونهتف متظاهرين سلميين، واحنا جانتف القوات الامنيه الشارع البكيس اللي هم تم عليهم بالبكيسي. بالبكيسي لا حول الله. وانا جت طاقة بكيسي ضربني ضربني بظهري وطلعت من بطني شقت انا مع مرات معاي وصلت تعبان. كم خياط انور؟ 35 خياط. 35 خياط، الله اكبر. انور انت ليش طلعت؟ ايش تردون؟ بدي ارجع بلدنا. فرهدوه فرهدوه من البوق. سمعتوا؟ جاي يقول نريد بلد، نريد وطننا، فرهدوه. ما طالعين تحشيد او تحشيد مثل ما تقولون، انه دول خارجيه دافعتهم حتى يخربون البلد ويهجمون على الوسط. لا، انتوا اهل الدول الخارجيه، انتوا الذيول الولائيين للدول الخارجيه، انتوا اللي خربتونا وقتلتونا وسويتوا ما سويتوا لنا. انور 15 سنه، 35 خياط بكيسي.